بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أبو رزق يقول: ما هي النصيحة والتوجيه من فضيلة الشيخ للإخوة المصلين الذين يتهاونون بالسنن الرواتب ويكتفون فقط في الفرائض في الصلاة، وهل تكون الصلاة كاملة وما الوارد في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ينبغي الإكثار من النوافل بعد الفرائض. الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا شرع الله بعد كل فريضة شرع بعدها أو معها نافلة من جنسها، فهناك نافلة الصيام، وهناك نافلة الصلاة، وهناك نافلة الصدقات، كل شيء واجب معه التطوع. والحكمة في ذلك والله أعلم: أولا أنه تزود من الخير وسبب لمحبة الله للعبد كما في الحديث، وأيضا الفرائض لا بد أن يحصل فيها نقص، لأن الإنسان عرضة للنقص، فإذا كان عنده نوافل فإنها تكمل منها الفرائض. والنوافل على قسمين: نوافل مؤكدة مثل الرواتب التي مع الفرائض، هذه سنن مؤكدة، والوتر سنة مؤكدة فلا يدعها الإنسان تساهلا كسلا، بل إن العلماء ذكروا أن من يداوم على ترك الرواتب أنها لا تقبل شهادة، أن هذا دليل على تساهله في أمور دينه، يخشى أن يتشاهل في الشهادة، فيكون محافظا على الفرائض ويكون أيضا حريصا على أداء الرواتب مع الفرائض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قام الإبن بمشاركة والده في بناء البيت، فهل يجوز أن يطلب من والده أن يكتب له بقدر ما دفع من مال في بناء هذا البيت؟ لا شك أن ما أعطى الولد لوالده أنه من حق الوالد عليه، ويجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يرضى الولد. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. الرجل الذي راح يشتكي أباه قال: إن أبي يجتاح مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وفي حديث آخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسب. ولكن إذا عقد الولد مع والده شراكة في تجارة أو في بناء بيت أو غير ذلك، عقد شراكة في ذلك، فهم على ما عقد المسلمون على شروطهم. نعم، أحسن الله إليكم. والأخ إبراهيم يسأل يا شيخ صالح ويقول: ما حكم الشرع في نظركم في إذاعة الصلاة الجهرية بمكبر أو بمكبرات الصوت؟ ولا يخفاكم بأن في بعض البيوت أناس معذورون من المرضى وخلافهم وبعض النساء. هذه مسألة تكررت وكثر الكلام فيها، لأنها يساء استعمال مكبرات الصوت. مكبرات الصوت فيها خير، لأنها تبلغ الخير وتبلغ صوت الإمام للمأمومين، فالإفراط في استعمالها هذا هو الذي سبب الارتباك في شأنها. والواجب أن يكون مكبر الصوت داخل المسجد. الأذان والإقامة لا بأس أن تذاع خارج المسجد ليحضر الجيران، وأما قراءة الإمام هي من أجل من خلفه فقط، يكون بقدر ما يسمع من خلفه، ولا يشوش على البيوت ومن يصلون فيها من المعذورين ومن لا تجب عليهم صلاة الجماعة أو المرتاحون من المرضى، ولا يشوش على المساجد القريبة منه، وهذا كثيرا ما يحصل، يشوشون على المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما خرج إلى الصحابة وهم يصلون في الليل يتهجدون، بعضهم يجهر، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. فالإمام الذي
يريد الاقتداء ويريد نفع من وراءه يلزم هذا الحد ولا يخرج صوت الميكروفون خارج المسجد لما يترتب عليه من التشويش والإيذاء، وهذا شيء مشاهد ومجرى. ينبغي كل شيء له قدر، إذا خرج عن قدره كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضده. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل ما حكم تقديم رجل في صلاة الجماعة في المسجد لا يتقن قراءة القرآن ولا يتمسك بالسنة ومقصر حتى في حضور الجماعة مع وجود من يمتلك تلك الصفات في نفس المسجد؟ وإذا تكرر ذلك هل يجوز لي الصلاة في مسجد آخر؟ ومن الذي يقدم للصلاة؟ هذا يرجع فيه إلى شؤون المساجد التي ترتب الأئمة ونصب الأئمة، تعزل من لا يصلح، يرجع فيه إلى شؤون المساجد. فلا ينصب إمام إلا وهو يصلح للإمامة، لأن هذه أمانة، ويؤخذ أفضل من يوجد من الناس، أفضل من يوجد في قراءته، في فقهه، في علمه، أفضل من يوجد يقدم أفضل من يوجد. وهذا راجع إلى الجهة المختصة، تراجع الجهة المختصة وهي تزيل الضرر الذي يحصل لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل ويقول: ما حكم قول عاجلا غير آجل في الدعاء؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء: عاجلا غير آجل، غيثا مغيثا، عاجلا غير آجل أو غير رائف. والإنسان بحاجة إلى تعجيل المنفعة له، لا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل نور الدين: ما حكم القول والمداومة على قول اللهم تقبل مني بعد الانتهاء من الصلاة أو أي عمل صالح بارك الله فيكم؟ إذا قاله بدون رفع صوت فلا مانع من ذلك، لكن لا يداوم عليه، قوله بعض الأحيان ولا يرفع صوته به. نعم. يقول أيضا: ما حكم قنوت الفجر، وماذا علينا إذا قنت الإمام؟ هل ندعو معه أم نبقى صامتين بارك الله فيكم؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يقنت في صلاة الفجر إلا في حالة وجود النوازل التي تنزل بالمسلمين كالوباء والعدو وغير ذلك، فيقنت المسلمون يدعون الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما قنت يدعو على الكفار الذين آذوا المسلمين وضايقوهم، فقنت يدعو عليهم، قنت شهرا يدعو على الكفار لأنهم أضروا بالمسلمين. عند النوازل يستحب القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها أيضا من الصلوات، ليس خاصا بصلاة الفجر. وأما المداومة على القنوت في صلاة الفجر فهذا عده بعض العلماء بدعة، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه داوم على القنوت في صلاة الفجر، لذلك عده من العلماء أنه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول: سؤالي يا شيخ، المأموم يتبع إمامه، الماموم يتبع إمامه، إذا قنت الإمام فأمن على دعائه، أنت تابع له، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. يقول هذا السائل عبد الله سؤالي عن جواز حكم الحلف بقولي والذي نفس محمد بيده أو الذي نفسي بيده، لأن الحلف بصيغة والذي نفس محمد بيده قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ظاهر أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، دليل أنه ما سمعنا أن الصحابة يقولون هذا أو أحد من أهل العلم يقول هذا. إذا قال الذي نفسي بيده الحالف، يعني نفس الحالف، فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل عيد يقول في الحديث الذي ما معناه لم أحفظه، يقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الباد للحاضر في سمسار، فما معنى هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح، لا يبيع حاضر لباد، الباد هو القادم بسلعة إلى البلد، الجالب سلع إلى البلد، فلا يخرج السمسار ويقول له أنا أعرف منك بسعر دعني أبيعها لك، هذا لا يجوز، لأنه يضر أهل البلد الذين هم بحاجة إلى البضائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يتعرض للقادمين يشتري منهم أو يقول أنا أبيع لكم لأنكم تجهلون السعر في البلد، لأن هذا يضر أهل البلد، يضر أهل السوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أسأل عن حكم نوم الرجل في المسجد. لا بأس به ما لم يحصل منه أذن
المسجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعاني من سلس البول في صلاتي وفي وضوئي، ما العلاج في نظركم في ذلك؟ مأجورين. العلاج في ذلك الذهاب إلى الأطباء، هذا ناتج عن مرض، هذا ناتج عن مرض في البروستات هو أعلم، فهذا يرجع فيه إلى الأطباء. نعم. هذا السائل يقول: هل لابد عند طلب العلم والسفر لطلب العلم من إذن الوالدين؟ لابد من إذن الوالدين، حتى للجهاد في سبيل الله لابد من إذن الوالدين، خصوصا إذا كان الوالدان أو أحدهما يحتاج إلى بقائك عنده، فبقاؤك عنده واجب عند حاجته إلى ذلك، لأن حق الوالد واجب، والسفر لطلب العلم هذا مستحب إذا أمكن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: متى يكون الجمع في الصلاة في السفر؟ هل هو عند المغادرة من البلد الذي أسكن فيه؟ عندما يخرج من المباني ويبرز خارج البنيان يبدأ السفر، فإذا خرج من البنيان وأذن المؤذن بعد ما خرج فإنه يقصر الصلاة، لأنها وجبت عليه بعد ما خرج في دخول وقتها، ما إذا وجبت عليه وهو داخل البلد فإنها تجب عليه تامة ولا يقصر. نعم. أحسن الله إليكم وفضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أنا لا أسمع الأذان في البيت، وكيف تؤدى الصلاة عند لم أسمع الأذان؟ هل أحدد ذلك في الزمن في الساعة؟ نعم، اعمل ما ينبهك إلى الصلاة، يعني تضع ساعة لها صوت توقتها على الصلاة، أو تطلب من أهل البيت أو من جيرانك من ينبهك على الصلاة، أو أن تتحرى الوقت النظر في الشمس وفي الفيء، فالعلامات والحمد لله واضحة ما فيها إشكال. نعم. يقول: هل يجوز للرجل أن يسلم ويجلس مع قريباته جلسة عائلية؟ نعم، يجلس مع قريباته جلسة عائلية، لكن إذا كانت أجنبيات منه غير محارم له يحتجبن، ولا يجلس إلى جانب المرأة التي ليست من محارمه لا تحل له، لا يجلس بجانبها مباشرة، إنما تكون على جانب من المجلس، ولا يخلو معها أيضا، لا يخلو مع امرأة لا تحل له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ فلحان السبيعي: هل يجوز قصر صلاة العشاء خلف مقيمين يصلون المغرب، وذلك بالجلوس بعد التشهد الأول حتى يسلم الإمام؟ المأموم يأخذ حكم الإمام، فإذا كان الإمام يتم فيجب على المأموم أن يتم ولو كان مسافرا، ولو كان المأموم مسافرا يجب عليه أن يتم الصلاة خلف الإمام الذي يتم ولا يقصر خلفه، هذا هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة هي الواجب، السنة الواجبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قصر خلف من يتم لم تصح صلاته. نعم. يس أم محمد تقول: شيخ، ما حكم خرم حاجب العين نهاية الحاجب ووضع حلق معدنية مكانها للزينة؟ هذا منتشر كثيرا بين الفتيات والمراهقات، ويكون استعماله مؤقت لسنة أو أقل. هذا ما جرت به العادة وليس معروفا، وإنما الذي يخرق هو الأذن أو الأنف، هذا الذي جرت به العادة، وأما الحواجب ما جرى به عادة، فلا يجوز هذا العمل، وربما سبب هذا زوال شعر الحاجب فيكون هذا من النمص، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. تقول الأخت أم رام: عندي طفلة جميلة جدا وعمرها 5 سنوات، وعلقت عليها سلسلة لتحفظها من العيون، ما حكم تعليق مثل هذه الرقى؟ لا يجوز تعليق السلاسل والحجاب والخيوط، حتى الرقية، حتى الحرز والكتابة، ولو كانت من القرآن لا تعلق، هذه تمايم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم وتولة شرك، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الإنسان أو الحيوان أو السيارة أو الدابة لأجل الحفظ من العين. نعم. يقول السائل: أبو أحمد، قرأت في أحد الكتب حديث وأستفسر عن صحته ومعناه: من صلى علي حين يمسي 10 وحين يصبح 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. لا أعرف لهذا الحديث أصلا، والوارد والثابت في الكتاب والسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا في ذلك من الفضل العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على
النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما تحديد عدد أو في وقت معين فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا على ذلك. هذا سائل أرسل بمجموعة، وليس هناك بدعة حسنة. هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وهذا يقول فيه بدعة حسنة، هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصيام بدون أكلة السحر أو بدون سحور. لا بأس بذلك، لأن السنة أن يتسحر. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فترك السحور هذا يعتبر أنه مخالف للأفضل ومخالف للسنة. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني عن شروط الاعتكاف: هل لابد أن يكون الاعتكاف خاص برمضان؟ الاعتكاف مشروع في كل وقت، لا خاص، لا يخص رمضان. والاعتكاف يكون في المساجد، يكون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. لا يعتكف الإنسان في بيته ولا في خلوة ولا في الصوفية، هذا بدعة، لا يجوز. هذا يقطع عن صلاة الجماعة، عن صلاة الجمعة أيضا. فيعتكف في مسجد يصلى فيه الجماعة، من أجل أن يحافظ على صلاة الجماعة مع المسلمين، يجمع بين أنه معتكف ويحافظ على صلاة الجماعة. نعم. يقول هذا السائل: أبو عبد الله، مات والدي في منتصف رمضان العام الماضي، وأولاده يقولون نريد أن نصوم عنه بقية الشهر، هل يصومون عنه؟ لا، ما أدرك بقية الشهر، ليس عليه شيء. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر.